السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت نصور اليوم فيديو على طريقة استعمال القدرة تاع الطي. أنا هنا ما عنديش باسينة، فجبت طنجرة رايحة شوي في الطول فوق، رايحة في الطول، وحطيت فيها القدرة تاع الطي. عمرتها مليح بالماء كيما راكو تشوفوا، لازم لها تتعمر مليح. نتاكدوا بلي راهي تغطات الطنجره تاع الطين مليح بالماء كيما راكو تشوفوا، ونخلوها ها شوفوا بلي الفقاعات راهم يطلعوا، معنى هذا بلي راهي تشرب في الماء. كيما قلت نخلوها ليله كامله، هذه اللي تحطها في الليل تخليها ليله كامله، الغد من داك نجبدوها تسمى نفرغوها من الماء، وإلا تخليها النهار كامل. هذه إذا حطتها في النهار تخليها النهار كامل وهي في الماء، وبعدها تفرغ منها الماء، وإلا تقدر حتى تخليها نهار ونص يومين، ما كان حتى مشكل. ونفرغوها من الماء ونخدوها تنشف بلا ما نمسحوها، ما نمسحوها ما والو، فرغيها من الماء وحطيها في مكان هكذا تنشف وحدها. وفي الفيديو القادم نشوفوا تاريخ بقية طريقة الاستعمال.